عليكم، ازيكم يا شباب؟ ان شاء الله يكون الكل بخير. اهلا بيكم مع محمد شوقي وفيت فور عربس وطلقه جديده. طلقه النهارده يا شباب هنتكلم فيها ازاي ان احنا نمرن الدراع مرتين في الاسبوع. اول مره بشكل غير مباشر، بشكل ثانوي ولكنه مؤثر جدا، زي ان التراي مثلا بتشتغل كعضله ثانويه ولكنها مؤثره جدا في تمارين الشيست او تمارين الصدر. كل تمارين الصدر بلا استثناء بتشغل عضلة التراي كويس جدا، كل تمارين البوش الدفع بتشغل عضلة التراي كويس جدا، والعكس صحيح في تمارين البول او تمارين السحب او تمارين الظهر. كل تمارين الظهر بلا استثناء بتشغل عضلة الباي، بتشغل عضلة الباي كويس جدا، زي تمرين السحب وقاعد او السحب العالي، مهما كان تمرين السحب او تمرين الظهر اللي بتلعبه عضلة الباي بتشتغل بيه او معاه كويس جدا. يبقى بطل لما تيجي تمرن عضلة الصدر تركز قوي وتعمل اتصال ذهني ما بين العضلات بتاعتك وبين تفكيرك ان انت بتشغل معاها دلوقتي عضلة التراي. عضلات الصدر بتشتغل معها عضلة التراي كويس جدا، وتركز قوي على النيجاتيف موف او الحركة السلبية. وانت نازل بالوزن تنزل ببطء، تطلع بالعدات مفيش مشكلة بتاعتك العادي او بالسرعة العادية بتاعتك، وانت نازل تنزل ببطء هتلاقي عضلة التراي عندك ولعت. نفس الحكاية يا بطل، لما تيجي تمرن عضلة الظهر تركز كويس قوي ويكون في اتصال ذهني ما بين جسمك وبين مخك ان انت بتمرن عضلة الباي، وتركز جدا وتشد دراعك وانت بتسحب الوزن بتاعك، هتلاقي عضلة الباي بتاعتك افكتيف جدا. بقى ده اول يوم مرنا فيه الدراع بشكل غير مباشر ولكنه تمرين دراع، تمرين دراع، تمرين دراع. اليوم الثاني هو يوم منفصل لتمرين الدراع لوحده، ممكن تاخد بقى اكتر من تشكيله او اكتر من تمرين اتمرن فيها الدراع لوحده. اتمنى ان الحلقه بتاعت النهارده تكون اضافت لك معلومه جديده، وما تنساش تعمل لايك وشير، واشوفك في حلقه ثانيه قريب ان شاء الله. سلام. ما تنساش الاشتراك في القناة وكمان تفعيل الجرس عشان خاطر يوصلك اشعار بالحلقات الجديدة، والتشجيع على الاستمرار ما تنساش تضغط زر اللايك.